لاحكام قانون مباشر الحقوق السياسيه المشار اليه وتعديلاته، مدعونا الاجتماع بمقر لجان الانتخابات الفرعيه لانتخابات اعضاء مجلس الشيوخ وفقا للاجراءات والمواعيد المحدده بالجدول الزمني، والذي سيتم نشره بالجريده الرسميه، على ان تقدم طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020 اعتبارا من يوم السبت الموافق 11/7/2020 حتى يوم السبت الموافق 18/7/2020 من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 مساء ما عدا اليوم الأخير حتى الساعة 2 مساء، بمقر اللجان التي أنشأتها الهيئة الوطنية للانتخابات بمقر المحاكم الابتدائية، على أن تقرأ انتخابات المصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين الموافقين 9 و10/8/2020 وفقا للضوابط التي اتخذتها الهيئة بشأن إدلاء المصريين في الخارج بأصواتهم، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية في ضوء ما يجتاح دول العالم من تفشي فيروس كورونا المستجد.